فراس هدف فراس سوريا يستفسرون ويتقدمون ويسجلون ويتعادلون ويفوزون وضربة جزاء ضربة جزاء المنتخب السوري ضربة جزاء اللاين مان يصر انه اوف سايد ولكن بقرار محسن تركي هي بلانتي لسوريا سوف يلعب البلانتي عنده لتعود سوريا عنده لتتعادل نصول قاسيون عنده عن طريق بلانتي لسوريا هو محسن تركي الان يمشي المساعد هذا ما يطلبه الفريق الياباني نقاشنا حرب حرب الرايات بين محسن تركي واللايمان هالايراني يصر انه بلانتي وسوف تلعب ضربة جزاء عنده لتعود سوريا عنده هو بلانتي عن طريق من غير فراس انه الخطير انه الخطير هل سوف يسجل لسوريا ام الكرة سوف تضيع والمشوار ينتهي يا سوريا نحن نقول اننا نريد ان تخسر سوريا وتواجه السيناريو سيناريو سوريا والاردن ولكن عندما يخسر اليابان سوف يلعبوا ضد الاردن سوريا الان على التنفيذ اوه طرد على كاواشيما طرد على كاواشيما حلوه المباراه وتزداد معها حلاوه السوريين والكره والبديل يدخل نيشيكاوا وهذا البديل هلاف في راس سهلت عليه مهمه التصويب الكره ما فيهاش اوف سايد الكره رجعت من قدم اللاعب الياباني على التنفيذ في راس يتقدم في راس جولاتو 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 لكن جولات كبير ايوه هدف يا معلم واحد واحد لسوريا لم تموت النسور من قال لكم ان سوريا تموت سوريا تمرض ولا تموت بدون دواء تتعالج بالروح تموت يا اليابان اه يا سوريا من ضربة يا فراس كجولاتو واحد واحد لسوريا Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.